يقول السائل: هل يجوز قطف الثمر أو الفاكهة قبل موعد نضجها لضرورة معينة؟ لا بأس قطف الثمر قبل بدو صلاحه إذا كان ينتفع به، لا بأس، إنما الممنوع بيعه قبل بدو صلاحه. نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، لما يخشى من أنها تصاب بالعاهات فتذهب أموال الناس. وأما أنها تقطع قبل صلاحها ليستفاد منها إذا كان فيها فائدة فلا بأس بذلك. نعم.